اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. انا زملكاوي. اهلاوي. زملكاوي ان شاء الله. اهلاوي اكيد. انا زملكاوي. اهلاوي. اهلاوي. بشجع الاسماعيلي بس يعني بس هتابع الماتش طبعا، ما فيش حد مش هيتفرج على الماتش ده، نهائي افريقيا. مين اللاعب اللي انت مقلق منه في الفريق الثاني؟ ممكن احمد سيد زيزو يعني. ممكن. انا قلقان من مروان محسن يعني، برغم الناس بتنتقده بس انا قلقان منه في الماتش ده. لا مش قلق من حد، ولا عندهم وليد صلاح، وليد سليمان وعيان. في الاهلي خايف من حسين الشحات. انا ما بخافش من حد من الزمالك. في الزمالك بن شرقي. لا ما فيش حد مقلقنا باذن الله، احنا على قد المسؤوليه وباذن الله لعبتنا رجاله وان شاء الله هنكسب باذن الله، وهنكون باذن الله بطل لدوري ابطال افريقيا، وان شاء الله باذن الله الزمالك قادر على ان يحقق السادسه باذن الله. زيزو. مش حد مقلقنا من الاهلي الصراحه. نسبه توترك 100% طبعا. يعني 50-50. لا انا مفيش اي توتر خالص. 35%. ده مش متوترين. لا يعني متوتر بنسبه 70%. لا مفيش توتر خالص. لو خسرت هتعمل ايه؟ لو خسرنا هنعمل ايه؟ هنشجع هنحب الزمالك اكتر. لا لو خسرنا دي ممكن من فيها ممكن اروح شغلي ثاني، ممكن اعرفش انام اصلا لمده اسبوع تاني، لان اليوم ده بالذات انا متراهن عليه في كتير، غير طبعا الكلام اللي هسمعه وكميه الحفله اللي هتعمل عليها زي ما كنت بعمل عليهم حفلات. مش هعمل حاجه، مش هخش على الفيس. ليه بقى؟ او ممكن ما انزلش على القهوه مثلا بسبب صحابي. زملكاويه. اكيد. ربنا يهديهم يا رب. لو خسرت؟ اروح اموت بقى، ما استنى بقى اصحابي الزملكاويه يحفلوا عليا. لا لو خسرنا هقول للاهلي الف مبروك عادي. لو خسرنا ولا حاجه. انه نصيب اللي يكسب يكسب. لا ان شاء الله الاهلي هيكسب يعني. الاهلي انا شايف الفرقه مستواها كويس وفي تحسن في الاداء، ومع موسيماني كمان البطوله ان شاء الله يعني مع الاهلي باذن الله يعني هيبقى هارد لك للاهلي، ومبروك للزمالك وروح رياضيه كويسه ونحاول بقى نشد في اللي جاي عادي برضه مش هزعل. اقفل التليفون واقفل الفيس واقفل كل حاجه.